بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين، حياكم الله وبياكم معنا، أحببناكم في الله فأحبونا فيه. اليوم نتكلم عن عشبة أو نبات جميل جدا في الفائدة وفي الخير وفي البركة، وله أسماء كثيرة، وهذا هو البردقوش أو المردقوش. أسماءه البردقوش أو المردقوش أو المرددوش أو المردكوش، واسمه في الجزائر عبقر أو سرمق، وأسماءه في الدول المغاربية الأخرى مرددوش، ويسمى أيضا بردكوش أو مرزجوش. البردقوش كان له مكانة عظيمة جدا في الأساطير اليونانية. البردقوش كان له مكانة مرموقة في الأساطير اليونانية، وكانوا يعتقدون في اليونان القديمة أن البردقوش زرعته آلهة الحب أفروديت. ولذلك استخدمه اليونانيين من أجل المحبة، وكانوا يشربون شاي البردقوش من أجل المحبة، لأنه يجعل الإنسان محب للخير، للسلام، محب للهدوء، محب للراحة، محب للناس جميعا. ولذلك كانوا في اليونان القديمة يعملوه شاي لهذا الغرض. الحقيقة أن أجدادنا البدو وسكان الجبال استخدموا البردقوش أو المرددوش لأشياء كثيرة جدا، فهو عبارة عن كنز وصيدلية مليء جدا بالفوائد والخيرات التي لا يمكن أن نتصورها. كان أجدادنا في البادية وفي الجبال رحمهم الله جميعا رحمة واسعة وأحسن إليهم، كانوا يستخدموه لمشاكل الهضم ولضعف الشهية. كانوا يشربوا شاي البردقوش من أجل فتح الشهية وللكبد، وكانوا يتناولونه من أجل إزالة حصى المرارة وعدم تشكل حصى المرارة. وكان يستخدم أيضا للأمعاء وللنفخة، وهو أيضا موسع للأوعية الدموية، وكانوا يستخدمون للسعال الجاف. اللي عنده سعال جاف ومزمن كان يقولون له تناول شاي البردقوش، فهو عظيم النفع في هذا الإطار، خصوصا للسعال الجاف متخصص به. وكانوا يستخدموه أيضا للجيوب الأنفية المزمنة والتهابات الأذن، يقولون له اشرب منه. وكانوا يعطون أن سن اليأس والحريم الكبار كانوا يعطون البردقوش، يقولون اشربي البردقوش. البردقوش بسن اليأس مهم جدا جدا، هو والمريمية أي الميرمية أي المرمرية أي السالمية، وورق التوت مهمة جدا جدا، وبذور الشمر أو الشومر أو الشمرة أي زريعة البسباس، والزنجلان أي السمسم، هذول مهمة جدا
والتوت والتوت الأزرق، هذول مهمات جدا بسن اليأس وأساسيات. وكف مريم، وكف مريم شجرة العفة، هذول مهمات جدا بسن اليأس مع البرتقوش. سن اليأس من الأفضل أن تشرب هذا الشاي، فهو عظيم النفع لك في هذا السن سبحان الله. وأيضا يستخدم البرتقوش أو البرتقوش لتقلبات المزاج. لما يكون عندك المزاج متقلب وعندك توتر أو حزن أو كآبة أو ضغوط نفسية أو عمل كثير أو سن اليأس، تحدث تقلبات مزاجية كثيرة عندك بسبب الهرمونات، بسبب اضطراب الهرمونات بسن اليأس، فالبردقوش مهم جدا جدا في هذا المنحة بقدرة الله تعالى. وأنا دائما أفضل للاستفادة الكبرى من الناحية النفسية بالنسبة للبردقوش تناوله مع المعطرشة. وهذه هي المعطرشة كما ترونها، وأمس تكلمنا عنها، وهي الباتشولي. دائما أنا أقول إذا أردت الاستفادة جدا من البردقوش أو المرددوش أن من ناحية من الناحية النفسية ولضبط النوم ولإزالة القلق ولإزالة التوتر ولإزالة الضغوط النفسية ولإزالة الكآبة والحزن، دائما أنا أقول خذوا البردقوش مع الباتشولي أي المعطرشة. ولا مانع من وضع زهور البنفسج، وهي رائعة جدا، وزهور الياسمين وخاصة البنفسج، زهور البنفسج. ولا مانع من وضع للويزة أي المليسة، الويزة أي المليسة، فهي عظيمة النفع في هذا الإطار سبحان الله. زائد زائد تناول البردقوش مع الباتشولي أي المعطرشة، اللي يقوي الأعصاب ويضبط الأعصاب بشكل ممتاز جدا جدا، وخصوصا إذا تناولنا معهم دبس التمر ودبس قصب السكر ودبس العنب ودبس التين. دبس التمر، ما هو دبس التمر؟ عندما نقوم بأخذ التمر وضغط التمر في علبة أو في قرع في وعاء زجاجي، ونقوم بنضغط التمر ونغلقه ونتركه لفترة، يخرج عسل من التمر. هذا العسل يسمى دبس التمر، وهو من أفضل أحد أفضل الأشياء للرجفة وللضبط الأعصاب ولضبط الحالة النفسية والقدرات العقلية. غني جدا فيتامين بي كومبلكس، المهم جدا جدا بإزالة الرجفة والخلعة والخوف واللي مسحورة واللي مسحور والمصاب بالسحر ويخاف من الجن، يخاف من الأرواح. نقول له أكل تناول دبس التمر فهو ودبس قصب السكر، فهو عظيم النفع جدا مع تناول شاي البردقوش مع المعطرش أي الباتشولي. وأريد أن أريكم أوراقه، في حال لم يتوفر الباتشولي بإمكانكم أن تأخذوا إبرة الراعي أي جيرانيوم وضعوا اللويزة أي المليسة. وللمعلومات، وأريد أن أنوه إلى معلومة رائعة جدا، الحقيقة في الجزائر وتونس يسمون المليسة، هذه شجرة المليسة يسموها الويزة، والحقيقة اللويزة نبتة مختلفة
في الجزائر وتونس يسمون المليسة بالويزة، والحقيقة أن للويزة نبتة مختلفة، ولذلك الأخوة في الدول الخليجية ودول البحر الأبيض المتوسط ومصر الكنانة والسودان وإلى آخره، المليسة عندما نقول الويزة يعني المليسة هذه تضعوها مع البردقوش والمعطرشة أي للويزة. وقلنا الباتشولي المعطرشة أي الباتشولي، وقلنا أن الباتشولي وأوراقه أمس في الفيديو الذي قدمناه أمس قلنا أن أوراقه تشبه تماما الحريقة أي الحريقة أي أوراقه تشبه الحريقة أي القريص. البردقوش إذا كنت مرضعة فإن تناوله آمن، إذا كنت مرضعة فإن تناوله آمن جدا ويدر الحليب بشكل ممتاز جدا هو والحلبة. زائد لمن يعاني إذا كنت عندك أو عندك صداع أو شقيقة أو آلام بالرأس أو آلام بالعضلات أو آلام بالأعصاب، نشرب البردقوش، شاي البردقوش، فإنه عظيم النفع جدا في هذا الإطار. وأفضل شيء على الإطلاق للصداع والشقيقة هو النعناع والجرجير، زيت النعناع وزيت الجرجير وزيت البردقوش أي المرددوش أي المردقوش أي المرزقوش سموه أي العبقر أي السرمق، يدهن الرأس به. زائد تناول البردقوش مع النعناع وأكل الجرجير فإنه يزيل الشقيقة والصداع بسرعة كبيرة جدا. يتم استخدام زيت البردقوش مع زيت السمسم للمرارة، اللي عنده مشاكل بالمرارة، إذا واحد عنده حصو بالمرارة ماذا نقول له؟ نقول له خذ زيت البردقوش كل 30 ميلي، كل 30 ميلي من زيت البردقوش ضع عليهم 170 ميلي من زيت أو 100 ميلي من زيت كوب كبير من زيت زنجلان أي جنجلان أي سمسم، خلطهم وتناول هذا الزيت ملعقة صغيرة جدا 3 مرات كل يوم وسط الطعام، يعني وانت تفطر بسط الفطور بسط الغداء بسط العشاء. زائد 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 تشرب وأول زائد تشرب ثلاث تأخذ 3 ملاعق من زيت الزيتون أو ربع كوب من زيت الزيتون، أفضل ربع كوب من زيت الزيتون العضوي البلدي زيت العود على الريق، ثم تشرب بعدهم مغلي البردقوش مع البقدونس، تغليهم وتشرب منهم بعد شرب ربع كوب من زيت الزيتون هذا عندك حسب المرارة، وتتكئ بعدها على جانبك الأيمن مع تناول زيت السمسم مع زيت البردقوش 3 مرات كل يوم ملعقة صغيرة خلال شهرين إن شاء الله تعالى ننزل لك الحصو بالكلاوي تفرتت أغلب أنواع الحصى، أغلب أنواع الحصو مش كل أنواع الحصو، أغلب أنواع الحصو بالمرارة يكتسحها ويشيلها بقدرة الله تعالى. ولا ونسيت أن أقول اللي عنده حصو بالمرارة عندما صباحا عندما تشرب زيت الزيتون اعصر ربع كوب زيت زيتون على الريق، اعصر عليهم ثمرة ليمون حامض أصفر كاملة علشان يتفرتث حصو المرارة إن شاء الله تعالى. وثم تشرب الشاي، تشرب مغلي البردقوش مع المعدنوس أي البقدونس، ثم تتكئ على جانبك الأيمن لمدة ساعة، ولا تنسى تشرب شاي تتناول زيت البردقوش 30 ميلي تخلطهم بمائة ميلي من زيت الزنجلان أي الجنجلان أي السمسم 3 مرات ملعقة صغيرة 3 مرات كل يوم لمدة شهرين ونص 3 شهور ما يبقى فيك ولا حصوة، غالبا أغلب أنواع حصو المرارة.
لمن يعانون من التشنجات، لمن يعانون من العصبية، بعصب دائما، زعلان دائما، عنده طاقة سلبية. البردقوش يزيل الطاقة السلبية ويزيل التشنجات بسرعة كبيرة جدا. فالأعصاب تعبانة بنقول له اشرب مباشرة شاي البردقوش. زائد شاي البردقوش يعزز التعرق. عند تناول البردقوش كالشاي يزيد التعرق بالجسم، وبالتالي ينظف الجسم، زائد يضبط الهرمونات ويجعلها متوازنة بشكل كبير جدا. الناس الذين يعانون اللي بيأكلوا وما بيهضموا الأكل، إذا كنت أو كنت أخي الكريم تأكل ولا تهضم الطعام، ما تستفيد من الأكل، تأكل الأكل العضوي البيوت الطبيعي اللذيذ بالجلفة بأي مكان، بواران بعنابة بأي مكان تأكل الأكل ما بتهضمه. البردقوش يساعد جدا في الهضم، وأفضل مادتين، أحد أفضل مادتين طبيعيتين عضويتين بيو للمساعد على هضم الأكل هما الفلفل، بذور الفلفل الأسود هذا أو الأبيض، والبردقوش يساعدان جدا في هضم الأكل بشكل ممتاز جدا. ولذلك اللي ما نحيف جدا أو نحيف جدا ما بيستفيد من الأكل، نقول له لك اشرب، تناول شاي البردقوش، حط شوية فلفل أسود بذور بزريعة الإبزار، زريعة الفلفل بذور الفلفل، حط لك كم حبة، شوية 4-5 حبات معهم، واغليهم وشربهم أو انقعهم وصب عليهم ماء ساخن واتركهم 10 دقائق، ثم حلي بعسل أو تمر وقول بسم الله الرحمن الرحيم. البردقوش يريح الدماغ، بريح الرأس، بريح الدماغ جدا جدا جدا، زائد يزيل الصداع كما قلنا والشقيقة. من عجائب البردقوش لمرضى السكري أنه يقوم بعمل جبار جدا. إذا كان عندك سكري أو عندك سكري، هذا البردقوش يوجد بروتين بالجسم اسمه تيروزين فوسفات 1. إذا كان عندك سكري أو كان عندك أي سكري، في أنزيم بالجسم اسمه تيروزين فوسفات 1. الأنزيم هذا له تأثير سلبي جدا على مرضى السكري. يقوم هذا الأنزيم، هذا أنزيم التيروزين فوسفات 1، بيتلاعب بالسكر، بيخلي السكر يطلع بشكل مفاجئ أو ينخفض بشكل مفاجئ. البردقوش سبحان الله، سيدي مولاي سبحانك يا رب، البردقوش إذا شربه مريض السكري يقوم البردقوش بتثبيط هذا الأنزيم، ثبط وقف. ولذلك البردقوش أحد أنواع الشاي الرائعة جدا للي عندهم سكر، ضروري جدا تشربه كل فترة. فالبردقوش ممتاز جدا لمن عنده سكري، لأنه بيثبط هرمون التيروزين فوسفات 1 المسؤول عن صعود المفاجئ أو نزول مفاجئ للسكر. هذه الأشياء أنتم لا تعرفوها أو كثير جدا منكم لا يعرفها. فالبردقوش مؤازر ممتاز جدا لا يقدر بثمن يا عباد الله، وأنا أهيب بكم وأناشدكم تناوله باعتدال. أريد أن أنوه إلى شيء مهم جدا، وهو أن البردقوش يرقق الدم، يرقق الدم، ولذلك هو ممتاز للي بيدخنوا بيتتموا بيكموا بيكموا بحشحشوا بيأركلوا بيأرقلوا بيدخنوا شيشة، بيدخنوا نرجيلة، شيشة، ممتاز جدا. ليش؟ لأنه بيرقق الدم، بيوسع الأوعية الدموية، فهو مفيد جدا لذلك لدعم القلب بشكل ممتاز جدا، بيدعم القلب بشكل ممتاز جدا. قناة المستشفى العشاب عبد العزيز
طالب، طالب. أنا لا أقول أنا بروفيسور ولا أقول طبيب ولا أقول عالم، أنا طالب في علم الأعشاب والزيوت الطبية وعلم الروحانيات الشرعي الذي يرضي الله ولا يغضبه، والطاقة الإيجابية وعلم التليباثي. أخواني أخواتي، أحببناكم في الله وناشدكم الله سيدي مولاي ربي، كناشدكم الله سيدي مولاي ربي. مشاركة الفيديو عبر الواتس أب، خاصة عبر الواتس أب، والأخوات المغتربات في أوروبا، خاصة الأخوات الجزائريات والتونسيات والأخوات من كل الدول العربية، الأخوات المصريات، الأخوات اللبنانيات والعراقيات والسعوديات وكل الدول الإمارات، كل الدول الكويتيات، كل الدول العربية، كل دولنا العربية، ناشدكم الله، خصوصا المغتربات والمغتربين والأخوة المغتربين، بناشدكم الله مؤازرة الفيديو ومشاركته بالواتساب بالفيسبوك، خصوصا بالواتساب، ارسلوا بالواتساب، اعملوا اضغطوا على زر مشاركة وارسلوا بالواتساب. نتمنى ان تكتبوا تعليقات جميلة مفيدة تحت الفيديو، نتمنى ان تتركوا تعليقات جميلة مفيدة، وان تقولوا ما هو اسم البردقوش في بلدانكم. اريد منكم كل واحد، الاخوات في السودان، الاخوات في موريتانيا، في ليبيا، اكتبوا الأخوة، اكتبوا اسمه واسم البردقوش في بلدانكم، ما هو اسمه، اكتبوه لنتعرف على أسماء البردقوش في بقية الدول العربية ولنثري معلوماتنا ونستفيد. الأخوات في السودان، موريتانيا، نواكشوط، الأخوة والأخوات في كل الدول العربية، اكتبوا لنا اسم البردقوش أو المرددوش، شو اسمه عندكم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عرضها السماوات والأرض، والله إنا نحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عرضها السماوات والأرض. لا تنسوا بأن الأخواتي العزيزات اللي عمرهم فوق 40 سنة، تل البردقوش أو المرددوش نبات مهم جدا لكي تناوليه كالشاي، فإنه عظيم النفع ويشرب باعتدال. شكرا، ميرسي، قناة المستشفى العشاب يوتيوب.